منخفض جوي من الدرجة الثانية يبدأ بالتأثير مساء الأحد ويستمر حتى الاثنين، ومنخفض جوي قطبي مصنف من الدرجة الرابعة يجلب معه الثلوج يبدأ يوم الأربعاء. سأستعرض معكم كل هذه التفاصيل في النشرة الأسبوعية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. تبدأ المملكة بالتأثر مساء يوم الأحد بمنخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية لكنه مترافق مع كتلة هوائية شديدة البرودة. الأجواء تكون بشكل عام مستقرة كما كانت في ساعة النهار، ولكن تتكاثر السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة إثر عبور جبهة هوائية باردة، وتبدأ الأمطار بالهطول مع ساعات المساء الأولى بدءا من المناطق الشمالية تمتد نحو المناطق الوسطى ومن ثم إلى محافظتي الكرك والطفيلة. هذه الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع تساقط لزخات البرد، ولكنها تكون على فترات متباعدة في ساعات ليلة الأحد على الاثنين. زخات من الثلج متوقعة فوق قمم جبال الرشادية والقادسية في محافظة الطفيلة، وأمطار مخروطة بالثلوج في بقية مناطق المرتفعات الجبلية العالية. درجة حرارة الصغرى القادمة تقريبا تخفض إلى 3 درجات مئوية، 6 درجات في إربد، ودرجة مئوية واحدة فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية. الأجواء مستقرة تكون في جنوب وشرق المملكة مع رياح وأتربة مثارة. يوم الاثنين يتوقع أن تهطل الأمطار على فترات في المناطق الشمالية من المملكة، تمتد أحيانا إلى المناطق الوسطى. خلال ساعات صباح يوم الاثنين هناك فرصة لتساقط زخات من الثلج فوق قمم جبال جرش وعجلون العالية، إضافة إلى زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية الوسطى إن توفر الهطول. أيضا المناطق الجنوبية تكون هناك فرصة لبعض الزخات الثلجية في بعض الأوقات مع ساعات الفجر. درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان غدا فقط 4 درجات مئوية في ساعة النهار، وهي أقل بكثير من المعدلات. تكون 8 درجات مئوية في إربد، 10 درجات مئوية في البادية الشرقية، 8 درجات مئوية في البادية الجنوبية، 3 درجات مئوية فوق جبال الشراء، و 17 درجة مئوية في العقبة. نلاحظ أن المناطق الجنوبية والشرقية تقريبا جنوب شرق وجنوب المملكة فرص الأمطار بها قليلة وتكون بعيدة عن تأثيرات المباشرة لهذا المنخفض الجوي. اعتبارا من ساعات المساء والليل يتحرك هذا المنخفض الجوي مبتعدا عن المنطقة، ولكن يحل محله كتلة هوائية قطبية تؤدي إلى انخفاض درجات حرارة حول أو حتى ما دون الصفر المئوي في العديد من المناطق. الأمر الذي سيؤدي إلى تشكل الصقيع وربما حدوث الانجماد دسيمة في الطرق المبتلة مسبقا بفعل هذه الهطولات، وبالتالي الحذر وكل الحذر واجب بشأن هذه الظروف الجوية. أمر هام أيضا ليلة الاثنين على الثلاثاء، وهو توقعات بتشكل ضباب كثيف في مناطق البادية ومناطق السهول الشرقية، منطقة مطار الملكة علياء الدولي وأجزاء المحيطة منها، بالإضافة للبادية الشرقية. هذه المناطق متوقع مع ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء حدوث الضباب الكثيف في تلك المناطق، الأمر الذي قد يعيق مدى الرؤية الأفقية. بالانتقال ليوم الثلاثاء الأجواء تكون في ساعات النهار مستقرة باردة بوجه عام، درجات حرارة تبقى أقل من المعدلات. هذا الاستقرار طبعا استقرار مؤقت، ولكن قبل ذلك في ساعات الصباح يكون هناك ضباب كثيف في المناطق التي ذكرتها آنفا في كل هذه المناطق، وبالتالي خطر تدني مدى الرؤية الأفقية ما زال موجودا. يبدأ الصباح أيضا جليديا في بعض المناطق ودرجات حرارة حول الصفر المئوي. ليلة الثلاثاء للأربعاء أيضا تعاود درجات حرارة الانخفاض، ليس إلى مستويات الصفر أو ما دون، لكنها قريبة من الصفر المئوي. الأمر الذي أيضا يؤكد مرة أخرى على فرصة تشكل الصقيع ليلة الثلاثاء للأربعاء في أجزاء مختلفة من المملكة. كما نلاحظ أن درجات الحرارة العظمى 8 درجات مئوية مثلا فقط في العاصمة عمان، 12 درجة مئوية في المناطق الشمالية، 5 درجات مئوية في جبال الشراء، 11 درجة مئوية في البادية الجنوبية، و12 درجة مئوية في البادية الشرقية، وتكون في خارج العقبة حوالي 17 درجة مئوية. يوم الأربعاء يتوقع أن تتأثر المملكة بمشيئة الله تعالى بمنخفض جوي جديد مصنف حتى الآن في مركز طقس العرب بأنه من الدرجة الرابعة، هي الدرجة قبل الأخيرة من أشد الدرجات التي يوجد بها تصنيف المنخفضات الجوية هنا في مركز طقس العرب. هذا المنخفض الجوي سيبدأ بالتأثير بعد الظهر ومترافق مع كتلة هوائية قطبية
قطبية المنشأ وشديدة البرودة، الأمر الذي سيؤدي بمشيئة الله تعالى إلى عبور جبهة وهي ثلجية تؤدي تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد ارتفاعا 800 متر عن سطح البحر في أغلب مناطق المملكة اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر والمساء، لتعم الثلوج أغلب المدن الرئيسية خلال ذلك الوقت، وتنخفض طبعا درجات الحرارة بشكل لافت مع ساعات الليل، وتكون هناك ثلوج أكثف مع ساعات ليلة الأربعاء الخميس بمشيئة الله تعالى في أغلب هذه المناطق في ساعات الليل، وربما تمتد إلى مناطق أقل ارتفاعا أيضا، تصحب هذه الثلوج بحدوث للعواصف الرعدية أيضا أحيانا في بعض الأوقات. في المناطق التي يقل أو المناطق المنخفضة إجمالا يكون الهطل مطريا أكثر ومترافق مع تساقط لزخات البرد، لكن بشكل عام مع ساعات مساء يوم الأربعاء الثلوج ستعم مناطق واسعة من المملكة بما في ذلك العاصمة عمان مع حدوث تراكمات في أغلب هذه المناطق. درجات حرارة تكون 5 درجات مئوية في ساعة النهار الصغرى، درجة مئوية 1 تحت الصفر، 5 إلى 3 درجات مئوية في المناطق الشمالية من المملكة، درجتين مئويتين في ساعات النهار في جبال أشراء، ودرجتين مئويتين أو 3 درجات مئوية تحت الصفر في ساعات الليل، 4 درجات إلى 0 مئوي في البادية الجنوبية، و11 إلى -3 درجات مئوية في البادية الشرقية مع نشاط لافت في سرعة الرياح، وأيضا ترتفع إلى 17 والصغرى 8 في العقبة مع فرص لزخات من الأمطار. طبعا تفاصيل أوفى وأكثر عن هذا المنخفض الجوي ستكون معنا في النشرات القادمة عندما تقترب المسافة الزمنية، سنتكلم عن مثلا المناطق بالضبط المتوقع عليها تساقط الثلوج بها، ذروات أو الذروة لهذا المنخفض الجوي، سمكات الثلوج المتوقعة والمحسوبة حاسوبيا بمشيئة الله تعالى. الخميس يستمر تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي الذي سيتحرك نحو الشرق، ولكن تيارات هوائية قطبية رطبة ستستمر بالدخول المملكة، الأمر الذي سيؤدي إلى تساقط المزيد من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية المختلفة من المملكة بمشيئة الله تعالى. أجواء باردة، تستمر الثلوج خاصة في ساعات الصباح في أجزاء واسعة من المملكة، ودرجات حرارة كما تلاحظون منخفضة للغاية، وتستمر ذات التيارات الهوائية الغربية الرطبة القطبية يوم الجمعة مع توقعات باستمرار تساقط الثلوج لسيمة فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر على سطح البحر، في حين يصبح الهطل مطريا دون ذلك الارتفاع، وذلك قابل للتغيير بالمناسبة نظرا لبعد المسافة الزمنية. ولكن ما هو واضح تأثير مباشر للمنخفض الجوي القطبي مساء يوم الأربعاء، ويتوقع استمراره حتى صباح يوم الخميس، ثم تتأثر المملكة بتيارات غربية قطبية رطبة تؤدي لاستمرار تساقطات ثلجية نهار الخميس، يرتفع مستوى تساقط الثلج مساء الخميس ونهار الجمعة إلى مستوى 1000 متر بعدما يكون فوق 800 متر أو أقل حتى خلال ساعات مساء الأربعاء وصباح يوم الخميس في مختلف ومعظم مناطق المملكة. إذا هذا كان كل لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع، أسبوع قطبي ثاني على المملكة طبعا بسبب استمرار تأثر المنطقة الغربية للقارة الأوروبية بمرتفع جوي، الأمر سيؤدي إلى المزيد من الاندفاعات نحو المناطق مناطق المملكة، لتسجل المملكة أسبوعا قطبيا ثانيا الذي نسأل الله أن يجعله أسبوع خير وبركة وأن يغيثنا بهذا المطر النافع. أتمنى لكم جميعا نهار وأسبوع سعيد ومبارك إنما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.